للعلم هناك دول يعني بدأت التطعيم، وبعد فترة من وجود التطعيم في هذه الدول قلت أعداد الإصابات وقل انتشار العدوى، وهذا موجود عامة بتأكيد دراسي مضمون. وفي بعض الدول فعلا بعد تجربتها للتطعيم على فئة كبيرة من الناس بيّن أثرها أن انتقال العدوى أصبح أقل، وفي نفس الوقت الإصابات صارت كذلك أقل. فإذا علميا هناك في دراسات تثبت علاقة التطعيم بتأثير على الإصابات وتأثير على نقل العدوى. الأمر الثاني، إحنا هنا في مملكة البحرين يعني الأعداد زيادتها في ترصدنا اللي أنا ذكرته مساعة في أول بداية حديثي عن مواجهتنا لهذا المرض، بأن في الترصد وجدنا أن التجمعات العائلية والخاصة هي يعني نسبتها أكبر من عدد الترصد اللي وصل حوالي تقريبا 300,000 عملية يعني تتبع الأثر لحد الآن. فالنسبة الكبيرة منها ترجع إلى التجمعات العائلية والخاصة، فعندنا سبب للانتشار وزيادة الأعداد. وفعلا في البحرين كذلك رصدناه على أوقات أنا أذكركم فيها، في أوقات كانت مناسبة العيد، مناسبة عامة، مناسبة عاشوراء في ذاك الفترة أو محرم، في صارت في هناك أعداد بالزيادة، وجدناه فعلا له علاقة بالتجمعات العائلية أو الخاصة في ذاك الفترة ولها أثرها، والأثر ما زال عامة موجود. فاليوم لما نقول والله تلازم التطعيم هل هو سبب في زيادة الأعداد؟ هذه ليس عامة تفكير منهجي ولا علمي ولا علاقة عامة بزيادة الأعداد، بالعكس هو اللي يصير. وحنا ذكرنا من السابق بأن بعض الناس يعني تضع أن التطعيم هو خلاص حماية كاملة بالنسبة له، إن شاء الله يكون حماية كاملة بالنسبة له حتى نقله للعدوى، لكن ليس حماية لغيره اللي لحد الآن يعني ما تلقى التطعيم. وفي فئات عامة كثير في المجتمع ممكن تنقل العدوى وما تطعمت أقل من 18 سنة. فإحنا دائما نؤكد في هذا المؤتمر على يعني التأكيد على الالتزام بالإجراءات مهما كان، حتى لو كان التطعيم موجود. إحنا نتكلم عن تطعيم بنسبة عالية جدا من تغطية المجتمع على أساس أنه ما يتصير هناك في نقل العدوى وتقل الإصابات. فإذا الزيادة وتلازمها ليست لأسباب التطعيم، إنما أسباب الاستهتار وعدم الالتزام بالاحترازات والتجمعات العائلية اللي قد يكون ما فيها أي احتراز موجود.